لكن بعض الناس وبكل أسف يقنعون بعض الشباب وبعضا ممن لا قدم لهم في علم ولا فهم أن المسائل النهائية وأن القول الأخير عندك. حتى قال أحد هؤلاء لأحد تلاميذه عندما سأله وقال له: من أسأل من العلماء؟ قال له: لا آمن عليك أحدا إلا أنا. والله أنا أتخيل لو أن أبا حنيفة أو أن الشافعي أو أن أي واحد من جبال العلم هؤلاء لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة. بل إن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. لأن ما يقوم به الفقيه من الاستنباط والاستدلال من نصوص الشرع إنما هي عملية بشرية اجتهادية، يجتهد من أجل أن يصل إلى مراد الله عز وجل. هذه العملية التي يقوم بها هي جهد بشري في النهاية، وليست كلاما مقدسا. لكن وبكل أسف هؤلاء يحاولون أن يقنعوك بأقوال بعض الناس، ويوهمونك أن هذا هو الإسلام الذي لا يجوز لك أن تخرج عنه. يذكروننا بالعصور الوسطى المظلمة، عندما كان القساوسة يقومون بتفسير الإنجيل ويحرمون على أي واحد أن يخرج على هذا التفسير، يعني ليس يخرج على النص إنما يخرج على التفسير. حتى حكموا على بعض العلماء بالإعدام لأنهم خالفوا تفسيراتهم للإنجيل. هؤلاء تماما يفعلون كما فعل هؤلاء، يتبنون آراء معينة ويصدرونها للناس على أن هذه هي الآراء التي لا يجوز الخروج عنها. إذن فأين هؤلاء الأئمة الذين اجتهدوا وكل واحد كان له منهج؟ العجيب أن هؤلاء يأتون لك بحديث ويقولون: هذا حديث صحيح، وقد خالف أبو حنيفة هذا الحديث الصحيح، وخالف الشافعي هذا، والمسكين لا يدري أن هذا الحديث الصحيح إنما فيه كلام كثير. بمعنى ربما يكون في إسناد هذا الحديث رجل لم تتفق عليه كلمة العلماء، وإنما هذا العالم قال فيه أنه رجل ثقة، بينما غيره يرى أنه رجل حسن الحديث أو أنه رجل يخطئ أحيانا. فهذا العالم يحكم على الحديث أنه صحيح ويعمل بمقتضى، بينما الآخر له نظر خاص في هذا الحديث فلا يقبل الحديث. وأحيانا هذا الحديث يكون مدار الإسناد فيه على رجل لا يعرف في العلم في شيء، وليس له من العلم إلا رواية حديثين أو ثلاث. فيأتي واحد كالإمام أبي حنيفة مثلا ويضع شرطا ويقول: أنا لا أقبل الراوي إلا إذا كان مشهورا من أهل العلم، فيسقط كثيرا من الأحاديث، وهو يرى أنه ليس من المقبول أن نلزم أمة كاملة بحديث مداره على رجل لا يعرف أنه من أهل العلم وليس له إلا هذا الحديث، فيخالف الإمام أبو حنيفة الحديث من هذا الباب، بينما يأتي الأحمق هذا ويدعي أن أبا حنيفة لم يعرف الحديث، وأن أبا حنيفة يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيك آخر وكلما سألته عن أمر من الأمور
يقول لك هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ أي مسألة عنده الجواب عنده هل فعل رسول الله هذا الأمر؟ وأنت طبعا أمام هذا الكلام، طالما أن رسول الله لم يفعل فأنت لا تفعل. والحقيقة أن الأمر ليس هكذا. علماء الأصول يقولون بأن الترك ليس دليلا، ليس معنى أن رسول الله ترك فعل أمر من الأمور هذا يعتبر دليلا على حرمة هذا الشيء، هذا ليس دليلا. وعلماء الأصول لا يتكلمون من عند أنفسهم، وإنما يستدلون على كلامهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون كما حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوما بيته ومعه خالد بن الوليد، فقدموا له ضبا محنوزا أي مشويا، فكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه، فأخبرته إحدى نسائه أن هذا ضب، فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأكل منه، فسأله خالد بن الوليد وقال يا رسول الله أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافي. يعني رسول الله بحكم طبعه لم يستطع أن يأكل منه لأنه لم يعتد عليه، لكنه أخبر أنه ليس حرام. فما كان من خالد بن الوليد إلا أن أخذ الضب وأكل منه. هذا معناه أن رسول الله ترك هذا الشيء، ومع ذلك خالد بن الوليد استفصل من رسول الله عن هذا الشيء، هل هو حرام فيتركه أم ليس حراما؟ فقال رسول الله لا ليس حرام فأكل منه. هذا يستدل به العلماء على أن ما تركه رسول الله ليس حرام، إنما نأخذ هذا الشيء الذي تركه رسول الله ثم نعرضه على قواعد الشرع، فإن اندرج تحت أمر من الأمور المحرمة يكون حراما، وإن اندرج تحت أمر من الأمور التي أباحها الإسلام يكون مباحا. هذا هو معنى، أو هذا هو ما نتعامل به مع ما تركه رسول الله. لكن أن تجلس هكذا وكلما عرضت لك مسألة تقول هل فعل رسول الله كذا، طالما أن رسول الله لم يفعل بهذا الشيء حرام فعل. حتى سأله أحد السائلين وقال له هل كان رسول الله يجلس في كل يوم هكذا من أجل أن يفتي الناس في أحكام الدين ويخصص وقتا محددا يجلس فيه حتى يسأله الناس؟ لم يستطع أن يرد عليه، وإنما قال هذا رجل مجادل وأغلق الخط في وجهه. إذن هذا ليس منهجاً.